أهلا بكم أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي. هنبدأ النهاردة نتكلم في تاني حلقة من حلقات دروس الفيزيكس. هنبدأ النهاردة نتكلم عن كونسبت أكتر عن الإلكتريستي. بدأنا في الحلقة الأولانية عن الكونسبت بتاع الإلكتريستي، عرفنا إيه هو الإلكتريك كارنت، قلنا هي إز أ فلو أوف إلكتريك تشارج. قلنا الإلكتريك تشارج دي هي نفسها الفري إلكترونز. أني أتوم has a free electrons rotate around atom. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لو انا دلوقتي عندي conducting material، ايه ال conducting material دي؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا ايه؟ عندنا good conductor bad conductors. ايه ال good conductors وايه ال bad conductors دي يا مستر؟ ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا materials can conduct electricity. طب هي بتكوندكت الالكتريستي ليه؟ عشان عندها فري الكترونز. طيب عندنا مواد تانية بنسميها الباد كوندكتورز او الانسيوليتورز، مالها دي؟ دي كان نوت كوندكت الالكتريستي. طب ليه بقى؟ عشان don't have اللي احنا الفري الكترونز. يبقى اللي عنده فري الكترونز هي كان كوندكت الالكتريستي، اللي ما عندوش اي فري الكترونز كان نوت كوندكت الالكتريستي. ده اسمه الجود كوندكتورز، ده اسمه الباد كوندكتورز. طيب النهارده بقى هنتكلم عن الريزستيفيتي، والريزستيفيتي دي لما تتخضش من اسمها، لا الريزستيفيتي دي ده مؤشر كده، هل هي دي جود كوندكتورز ولا باد كوندكتورز؟ هنعرف لما نيجي ناخدها، هنعرفها. وعندنا كمان حاجه اسمها الكوندكتيفيتي اللي هي الريسبروكال of A of resistivity، هنعرفها برضو، هنعرف كل ده. فده برضو مؤشر لينا، هي الماتيريال دي جود ولا باد. تمام، النهارده هنعرف كل ده، جود كوندكتورز وباد كوندكتورز. تمام، طيب تعالوا بقى نمسك نتكلم تاني عن الالكتريك كارنت. ايه هو الالكتريك كارنت ده؟ ده فلو اوف الكتريك تشارج ثرو ا كوندكتنج ماتيريال. تمام كده، طيب اتفقنا ان احنا عندنا فلو، يعني انا عندي موشن، يعني انا عندي electrons travel through the wire. طبعا الواير لازم أن يكون ايه؟ من الماتيريالز اللي هي بتكوندكت الايه؟ الكتريستي. طيب بعد ما خدنا الالكتريك كارنت، اتفقنا ان احنا عندنا ماتيريالز قسمناها لنوعين، جود وباد. تمام خالص، وخلصنا الجزئيه دي وخدنا هنا اكزامبلز على هنا واكزامبلز هنا. طيب اتفقت ان انا طبعا هحتاج مين؟ العقل كده هحتاج مين؟ الجود كوندكتورز. طيب بعد ما احتجت زي الكبر مثلا، النحاس ده، سلك اللي هو من النحاس، طبعا بنحطه من بره عليه انسوليتور علشان الهيومن بودي كان ايه؟ كوندكت الكتريستي. فانا مش عايز اذي مثلا الانسان ده ان هو يتكهرب مثلا، فانا بعمل ايه؟ انسوليتور بره علشان يكون ايه؟ هو ايه؟ ماده عازله كده. دلوقتي كده اتكلمنا برضو عن الكبر واير كاكزامبل على الايه؟ الجود كوندكتورز. تعال نشوف بعد كده قلنا ايه. قلنا ان احنا عندنا الفري الكترونز دي اصلا بتتحرك around مين؟ around the atom او النيوكلس in the atom، صح؟ اتفقنا ان يعني من الاخر كده ان الفري الكترونز اصلا بتتحرك جوه الايه؟ جوه الايه؟ الماتيريال. احنا خدنا كده في الكيمستري يا مستر. طيب تمام، بس احنا كمان قلنا ايه؟ قلنا برضو الحلقه اللي فاتت ان احنا عندنا النت موفمنت او الاوفر اول موشن ايكوال زيرو. اشمعنى؟ لان دي حركه عشوائيه، دي هازارد ان اول دايركشنز، فبالتالي انا محتاج ايه؟ محتاج دايركشناليتي، يعني انا محتاج الالكترونز دي ترافل ثرو ذا واير ان وان دايركشن، الاتجاه او الاتجاه ده مش هتفرق معايا، بس اهم حاجه يكون في ايه؟ وان دايركشن، مش يكون في الكترونز ماشيه كده وفي الكترونز ماشيه عكسها. طبعا النت موفمنت بتاع الالكترونز بزيرو. طيب دي حاجه. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا طب هل انا دلوقتي معايا الكتريك يا مستر، معايا الكتريك تشارج، معايا فري الكترونز، هل دلوقتي ومعايا كمان ايه؟ سورس او باتري. الباتري دي هي اللي هتخلي الالكترونز دي هاف ا دايركشناليتي، يعني بتتحرك ان ايه؟ ان وان دايركشن ان اتس موشن. طيب دلوقتي انت محتاج ايه تاني؟ طب انا معايا سورس ومعايا فري الكترونز، لا انا محتاج كومبليت سيركت. يبقى انا دلوقتي محتاج ثلاث حاجات، محتاج ان تكون الماتيريال نفسها جود كوندكتورز، محتاج يكون عندي سورس، صح؟
محتاج يكون عندي complete path او complete circuit او يكون عندي ايه closed circuit, closed circuit for electrons to travel through it. طيب تمام, كل ده بالنسبة لمين؟ كل ده بالنسبة للإلكتريك كارنت. يبقى دي اسمها الكونديشنز اللي أنا محتاجها علشان يكون في إيه؟ كارنت. أو الكارنت ريكوايرز إيه أو إيه أو إيه؟ محتاج سورس, محتاج يكون أنا عندي كوندكت ماتيريال أو كوندكتنج ماتيريال, محتاج يكون عندي تالت حاجة كلوزد سيركت. طب بعد كده اتفقنا على إيه؟ اتفقنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها الإلكتريك كارنت. انا بتكلم عن الايه الكهرباء بشكل عام, بتكلم ان هي عباره عن شويه الكترونات ماشيه. طب انا بقى عايز اعرف بقى الالكتريك كارنت ده كبير ولا قليل, اعرفه منين؟ اعرفه من الانتنستي. فسمينا حاجه جديده اسمها الالكتريك كارنت انتنستي اللي هي كانت الاي, فاكر؟ طيب او ارجع تاني اتفرج على الحلقه الاولى. طيب الاي دي بقى اللي هي سميناها ايه؟ الالكتريك كارنت انتنستي. وقلت كمان ان انا ممكن اقولها ايه؟ الكارنت بس واسكت, برضه هفهم ان هي ايه؟ الالكتريك كارنت انتنستي. كل ده احنا بنعمل بس بندردش في ايه في البدايه, كل ده الاسئله لسه ما جاتش, كل ده احنا بس بن ايه بناخد الكونسبت. طيب قلنا ان الاي دي بعرفها لما تكون الكيو كبيره, لما يكون في الكيو كوانتيتي اوف الكتريك تشارج كتيره, طبعا هيكون انا عندي انتنستي كبيره, هيبقى الكارنت كبير طبعا. طب لو كانت ماشيه بسرعه الالكترونز دي, يعني في ايه تايم قليل, هيكون عندي الانتنستي كبيره برضو, هتجري وعندي الكترونز كتيره وفي تايم اقل. يبقى دلوقتي هي دي اللي بتديني انتنستي كبيره, ان انا يكون عندي كيو كبيره والتي قليله. فاذا الماثيماتيكال ريليشن بين كي اي كيو ان تي اللي هي اي ايكوال كيو اوفر تي. الاي اللي هي الانتنستي اوف الكتريك كارنت او الكارنت, ال Q اللي هي ال quantity of electric charge, ال T اللي هي ال second. طبعا ال I هنقيسها بالامبير, وال A اللي هو ايه؟ يبقى ال I اللي هي ال intensity of electric current in ampere, ال Q اللي هي ال column اللي هي بنقيسها او ال equivalent او ال measured unit بتاعتها اللي هي ال column, ال T طبعا ال time اللي هو ال second. كل ده اتفقنا عليه في الحلقة الأولانية, quick revision كده بسرعة عشان نفتكر فيه اللي احنا قلناه كله. طبعا بدأنا بشوية كده examples ومسائل حلناها, اتفرج برضو عليها تاني لو انت نسيتها. هنبدأ النهاردة نتكلم عن او هنبدأ نحل تاني problems على اللي احنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت اللي هي ال I equal Q over T, وهنبدأ نكمل على ال resistance بقى ونعرف ايه هو ال potential difference. فاكرين ايه هو ال potential difference ده؟ قلنا اول ما نلاقي كلمه بوتنشال ديفرنس احنا مش عارفين يعني ايه بوتنشال ديفرنس الصراحه يا مستر, نحط ايه؟ نحط التشارج بامب او البامبنج تشارج, اي حاجه هي دي اللي بتمشي الايه التشارج. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا كان عندي مثلا المره اللي فاتت الباتري اللي هو كان سورس, هو ده اللي كان بيمشي الالكترونز. طب هو كان بيمشي ازاي؟ اتفقنا ان احنا نعرف النهارده, وده بنسميه الايه البامب او البامبنج تشارج, هو اللي بيعمل الايه للبامب للايه للتشارج اللي ماشيه ايه للتشارج اللي موجود اصلا في الماتيريالز. طيب بس, وبعد كده اتفقنا ان احنا عندنا اي والريزيستنس, كمان عندنا حاجه الكرنت ما بيمشيش كده وايه وخلاص, لا بيبقى لازم يكون في ايه حاجه بتأبوز الكرنت ده. اي حاجه بتأبوز الكرنت ده هي ناتجه منين او جايه منين؟ جايه من يعني الكوندكتور نفسه او الماتيريال نفسها هي اللي بتعمل أبوز للايه للالكترونز دي. طب ده نتيجه مين؟ نتيجه الماتيريال نفسها. انا عندي مثلا الكبر في مثلا ايه فري الكترونز. طب الاتومز بقى اللي جواه بقى, الاتومز دي مش الاتومز دي لما الالكترونز ده يمشي من هنا مش هيحصل كلوجن كده؟ مش هيحصل خبط كده تصادم كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي كولوجن هنا بين الفري الكترونز اند الاتومز, ده هيعمل لي اوبوز. يبقى انا دلوقتي عندي اوبوز, عندي بوتنشال ديفرنس او البامبنج تشارج. ما هو ده برضو انا بعمل ايه؟ انا بعمل بوتنشال, هو بالعربي اسمه الجهد او فرق الجهد. فرق الجهد ده اللي هو الجهد اللي انا بعمله علشان امشي الكرنت ان ذا واير, بس بيكون عندي بقى مين؟ بيكون عندي اوبوزيشن او ابستراكشن للمين؟ للفري الكترونز اللي ماشيه جوه الواير دي.
هنتكلم عن كل ده النهارده ان ديتيلز، وهنجمع بين الاي والفي اللي هو البوتنشال ديفرنس والار ده في قانون هنسميه الاومز لو. هنبدا النهارده نتكلم عليه بالتفاصيل. تعالوا بقى نبدا مع بعض نحل مسائل على اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، وبعد كده نكمل اللي احنا قلناه. تعالوا كده نحل مسائل على الالكتريك كارنت انتنسيتي. تعالوا كده نفتكر ايه هو الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هو الاي. الاي الماثيماتيكال ريليشن ايكوال كيو اوفر تي، يبقى الاي ايكوال كيو اوفر تي. تعالوا نشوف الايه الترينجل اللي ممكن نعمله هنا، نقول الاي تحت والتي تحت والكيو فوق. طيب يبقى على طول لما اجي اقول لك الاي تقول لي كيو اوفر تي اللي هو ده، لما اجي اقول لك التي هتقول لي انا عايز التي يبقى الكيو اوفر اي، لما اجي اقول لك انا عايز الكيو هتقول لي اي تايمز تي. طيب من هنا بقى تعالوا برضو نقول ان انا لو الكيو دي، الكيو دي ممكن تتفك تاني، ممكن الكيو دي بتساوي ايه؟ طيب الكيو ايكوالز ان تايمز اي، الان اللي هو النمبر اوف الكترون، النمبر اوف الكترونز تايم الاي اللي هي الايه الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج اوف وان الكتريك تشارج. يبقى انا اكني بضرب ايه؟ اكني بضرب التوتال نمبر اوف الكترونز في التشارج بتاع الالكترون الواحد تديني التوتال كوانتيتي اوف الكتريك مين تشارج. يعني انا اكني الالكترونز مثلا ده الالكترون الواحد بيديني مثلا اكس كولوم، انا لو معايا 5 او 5 الكترونز يبقى الان ب 5 والاي باكس كولوم، يبقى دلوقتي الكيو كلها ال5 تايمز الاكس. تعالوا مثلا نخلي الاكس دي مثلا هو واحد، بس هو مش واحد، هو رقم كده رخم قوي 1.6 تايم تايمز 10 باور نيجاتيف 19 كولوم. تعالى اكن هو مش الرقم ده، اكن مثلا لو الالكترون الواحد اكن او اي تعالوا نتخيل دلوقتي ان انا عندي الكتريك تشارج، تشارج الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج للوان تشارج بس منها هتديني 1 كولوم. لو هما 5، لو هما 5 تشارج يبقى 5 يبقى 5 تايمز 1 كولوم هتديني 5 ايه كولوم، يبقى التوتال كوانتيتي اوف الكتريك تشارج بكام؟ ب 5 كولوم. طب لو الواحد لو الالكتريك تشارج 1 كولوم وهم عددهم 7 يبقى 7 كولوم. انا اكني يبقى الان تايمز الاي يبقى التوتال كوانتيتي اوف الكتريك تشارج هي النمبر تايمز الايه الالكتريك تشارج بتاع ال1 ايه الكترون. طيب تعالوا كمان نقول ايه، يبقى انا ممكن اخلي الاي بدل ان هي ايكوال كيو اوفر تي، لا ممكن اقول كمان ان هي ايكوال ان تايمز اي اوفر تي. عرفنا ان الان اللي هي النمبر اوف الكترونز، الاي اللي هي ال تشارج اوف 1 الكترون. تعالوا كده نشوف اول question عندي اللي هو choose the correct answer of the given answers. The equivalent unit to column over second is a. احنا عارفين طبعا ان ال column over second هو تقريبا جاي من هنا من الحتة دي. طب ما تيجي نعمل mathematical relation دي. تعالى كده اي حاجة بنعمل فيها mathematical relation دي عبارة عن physical quantity. طب انا عايز اتكلم عن الايه، عن اليونتس دي بتاعتهم، يبقى فك الاي امبير، الاي بت ان امبير والكيو ان كولوم والتي ان سكند. طيب يبقى على طول الكولوم اوفر سكند اللي هي الامبير، يبقى انا على طول هختار الامبير، الكولوم اوفر سكند اللي هي الامبير. طبعا السؤال ده مش اللي هو من مش من البروبلمز اللي احنا ممكن نقول عليها لا ما بيجيش في الامتحانات، لا هي جت اول، كان اول سؤال في الازهر بتاع السنه اللي فاتت. ذا ايكويفالنت يونت تو امبير تايم سكند از اي، نفس الكلام برضو محتاج ان انا استخدم اعمل الماثيماتيكال ريليشن اي ايكوال كيو اوفر تي او الكيو ايكوال اي تايمز تي، اي حاجه الكيو اللي هي كولوم، الاي ان امبير، التي ان سكند. يبقى انا حولت من فيزيكال كوانتيتيز لايه؟ ليونتس. يبقى الكولوم هو تايم ايكوال الامبير تايمز السكند، يبقى انا لما اجي اقول لك امبير سكند اللي هي على طول هتبقى مين؟ هتبقى الكولوم. طيب تعالوا كده نشوف بيقول لي how long does it take 5 column of charges، يبقى انا مديك ال q equal 5 column to pass through a given cross section of a copper wire
if i equal 5 امبير. يبقى دلوقتي انا بقول لك لو الكيو مثلا ب 5 كولوم والاي ب 5 امبير، how long does it take؟ يبقى ال time equal كام؟ هتقول لي هو حتى كل الايه كل اللي في اللي تشوز هنا بيقول لي سكند سكند، يبقى اكيد انا بسأل عن ال time. طيب انا عارف ان ال i equal q over t، يبقى انا هشيل ال i احط مكانها 5 لان ال i equal 5 امبير، ال q equal 5 كولوم، ال t equal انا معرفهاش خليها هنا بقى. طب انا عايز ال t ابدل ال 5 بال t، يبقى انا عندي دلوقتي ال t equal 5 over 5 equal 1 second. طيب انا هختار ايه؟ 1 second. طب تعالوا كده نشوف حاجة تانية، بيقول لي ال current electricity requires، فاكرين انا قلت ايه من شوية؟ قلت ان انا محتاج a complete path of or circuit for electrons to travel، يعني انا محتاج complete path او محتاج closed circuit. طيب a source of electric energy، طبعا محتاج source of electric energy، حد يديني ايه؟ electrical energy زي البطاري او الجنريتور. الجنريتور ده هناخده في شابتر 3. تعالوا نشوف دلوقتي بيقول لي choose the correct answer of the given answers. طيب in the circuit shown in the figure below all bulbs are glowing up if the bulb X1 has gone off. The bulbs that still glowing are. بص بقى هنا مديني السيركت دي، بيقول لي اللامب ده اللي هو X1، هو مسمي كل لامب هنا او بالب هنا رمز، ده كان X1 ده X2 ده X3. لما ال X1 ده يخلي هنا يكون محروق مثلا زي ما احنا شايفينه كده، يبقى اكن دلوقتي ده مش كلوزد سيركت، ده مش كلوزد سيركت تمشي فيه الالكترونز. يبقى بالتالي انا ممكن ايه؟ ممكن اشيل اكنسل ده خالص كده، فيبقى الايه الرسمه تتحول لايه؟ لحاجه بالمنظر ده. فبالتالي لما انا اشيل ده دلوقتي مين اللي هيستل ايه؟ منور، هيبقى الاكس اكس 3 واكس 4. فهو بيسالك دلوقتي مين البالبس ذات ستيل جلوينج ار، اللي هي اكس 3 واكس مين 4. طيب دي على فكره اسئله امتحانات، فما نستغربش هي سهله. هي سهله بس هي اسئله امتحانات، وطبعا انت محتاج ان انت تتعود ان انت تحل كتير، لان ده هو ده النظام الجديد، محتاج تفهم ومحتاج تطبق علشان تتاكد ان انت فاهم. طيب تعال نشوف حاجة تانية مهمة، بيقول لي remember ان electric current it is a flow of electric charge in a conducting material، قلناها في الايه في اول الحلقة. اتفقنا ان احنا شكلها بيكون عامل كده، فاكرين ده هو ال free electrons ماشية اهي، ده الفلو بتاعها، هي ماشية كده flow of electric charge in a conducting material، هو ده ال conducting material، عنده فري الكترونز. تمام كده فهمتوا كده معايا؟ طيب تعالوا كده نشوف حاجه تانية، بيقول لي when electrons flow from one part، من البارت ده مثلا to the other، للبارت ده. طيب ايه اللي بيحصل؟ they collide with other electrons atoms and ions present in the conductor. يبقى انا دلوقتي عندي هيحصل الفري الكترونز دي هتقعد تخبط بقى في مين؟ في الاتومز، وفي وكمان في الايه؟ في الالكترونز الثانيه وفي الايونز اللي موجوده. الايونز دي ما هو اي الكترون بيمشي ويسيب الاتوم بتتحول لايون بوزيتيف طبعا. طيب ان ذا كوندكتور، لان هي ايه مشي من عندها نيجاتيف تشارج. طيب ما علينا، بس هي عماله تخبط في الاتومز والايونز تمام البريزنت ان ذا ايه كوندكتور. طيب بعد كده، طب هو دلوقتي الكولويد ويز اذر الكترونز ده، طب مش في هنا فريكشن، في هنا خبط بقى وبتاعه، في احتكاك، ممكن حتى لو انت مثلا مسكت اي سلك او اي واير هتلاقي ان هو سخن كده. طب ده ليه؟ لان الفري الكترونز عماله تخبط، وطول ما هي بتخبط عماله التمبريتشر بيزيد. فبنقول كده على طول خلي بالك ان الالكتريكال انرجي مش كلها بتكون ايه؟ الكتريكال انرجي، لا جزء منها الانرجي بتفقد يعني لوز ان ذا واير. طب على شكل ايه؟ طيب الانرجي اللي بتتحول لها هي ايه؟ لان احنا عارفين ان الانرجي بتاعتي مش هتروح، الانرجي بتاعتي هتفضل ايه؟ is constant دايما، يعني هي ممكن تتحول من صوره للتانيه، لكن هتفضل مثلا انا داخل ب 5 جول، انا داخل ب 5 جول، هتفضل 5 جول، حتى لو ال 5 جول دي مثلا
جزء منها اتحول بقى 2 جول، بقى 3 جول راحوا في حته، و2 جول راحوا في حته تانية خالص. 3 جول كملوا كالكتريكال انرجي، والباقي راح ايه كثيرمال انرجي. طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان الكارنت نفسه هو ماشي طول ما الالكترونز دي ماشيه، طول ما هو في كارنت، وطول ما هو في كارنت يبقى الكارنت نفسه has thermal effect. وطبعا انا كنت محتاج ده في السنه اللي فاتت، محتاج ان انا اعرف الجمله دي. شايفين الكارنت has thermal effect، انا لو كنت قلت في السؤال كارنت has thermal effect انا كنت حلتها. هي يعني اللي كان بيحلوا، يعني اللي كانوا بيحلوا السنه اللي فاتت زمايلكم طبعا بتوع 2020، طبعا كانوا محتاجين ان هم يعرفوا ان الكرنت هاز ثيرمال افكت. وطبعا ده كان في يونت 4 او شابتر 4. يعني كل اي سؤال اصلا كان بيتجاوب عليه بالكرنت هاز ثيرمال افكت. هتلاقي اسئله كتير قوي بنرد عليها نقول ايه كرنت هاز ثيرمال افكت. حتى لو انت اتزنقت في شابتر 4 اقول لك اهو قول كرنت هاز ثيرمال افكت. طيب دلوقتي لما انا بقول لك ان الكرنت هاز ثيرمال افكت، طب اشمعنى يا مستر؟ هو يعني انا استفدت ايه برضو لما قلت؟ يعني هما كانوا عايزينها في ايه مثلا؟ بقول لك مثلا لما الكرنت هاز ثيرمال افكت، يعني لما انا ازود الكرنت اخلي الكرنت كبير، يبقى اللي هيحصل هيكون في ايه؟ ثيرمال كبيره، هيكون في تمبريتشر هتزيد. طب ولما التمبريتشر تزيد ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا بقى حاجه، لما التمبريتشر تزيد في حاجه اسمها الويفلنس، انت خدتها في تانية ثانوي بس هنرجع تاني نقولها تاني في شابتر 5. فكنت انا محتاج اعرف هو بص لما التمبريتشر بيزيد الويفلنس بتقل. طبعا هو مش الويفلنس بالظبط بس هو ايه حاجه في الويفلنس بتقل، هنقولها برضو هنقولها في شابتر 5. بس هو انا لو كنت قلت لك، لو انت كنت عرفت ان لما الكرنت زاد وان الكرنت هاز ثيرمال افكت، فالكرنت لما يزيد الثيرمال افكت بتزيد، يبقى على طول الويفلنس بتقل لان العلاقه بينهم انفرس، فانت خلاص هتبقى فهمت على طول ان الويفلنس هيقل ديكريز، يبقى الويفلنس ديكريز with the increase of temperature. انت لو كنت بس مجرد ان انت هتقول لي ان الكرنت هالثيرمال افكت كانت اتحلت، بس في ناس حلتها او في ناس تانية وقعت في السؤال ده مع انه كان سؤال سهل جدا وهنشوفه في شابتر 5. طيب تعالوا كمان نشوف due to these collisions there is some obstructions، يعني في collision كده ما between الـ electrons والـ atoms والـ ions present in the conductor. طيب due to this collision بقى الـ collision دي بقى هتوصلني لإيه؟ هتخلي فيه obstruction، يعني الإلكترونز ماشية كده وعمالة تخبط، يبقى ده بالنسبة لي هو إيه؟ هو الـ obstruction أو الـ opposition الـ إيه؟ to the flow of electrons through the ايه the conductor. طيب وبعد كده طيب البروبرتي دي بقى بتاع الكوندكتور ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني الكلوجن دي اللي او الابستراكشن او الاوبوزيشن ده هو ده حاجه بروبرتي جوه بتاعت الكوندكتور ده؟ طبعا لان البروبرتي دي اوف ذا كوندكتور دي ليه اشمعنى قلت يا مستر؟ معلش هي مش مكتوبه هنا قوي، او تعالى كده ايه نوضحها اكتر. ما احنا اتفقنا ان الكوندكتور ده هو اللي عنده الاتوم، هو اللي عنده الفري الكترونز. يبقى اذا يبقى مبدئيا كده الفري الكترونز والاتومز دي موجوده هنا، هنا موجود فري الكترونز عددهم كذا، اتومز كذا. طب ده نفس يعني مش موجود نفس الفري عدد الفري الكترونز، النمبر اوف فري الكترونز هنا مش زي هنا، وبالتالي ايه؟ وبالتالي كل ماتيريال هاز property of has property اللي هي الاوبوزيشن للفلو اوف الكترونز، لان هي عندها الكترونز غير الثانيه وعندها والستراكشر اوف ايه اوف اتومز نفسها مختلفه، is different between الايه ال different materials. وبالتالي انا محتاج هنا ايه؟ محتاج اقول بقى هنا ايه ان خلي بالك ان انا عندي دلوقتي حاجه اسمها او الاوبوزيشن ده هنسميه دلوقتي مين؟ ريزيستنس، اللي هي الار. فاكرين قلت لكم ايه؟ انا عندي حاجه اسمها هنقولها دلوقتي خليها، هي الريزيستنس، الريزيستنس اللي هي الاوبوزيشن، وخدنا الكرنت اللي هو اللي ماشي، وكان في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها البوتنشال ديفرنس، او بنسميها ايه؟ صح الالكتريك ايه؟ او البامب تشارج، البامبنج تشارج، او اللي هو البوتنشال ديفرنس سميناه الايه؟ البامبنج تشارج. طيب عندي حاجه ايه؟ بتخلي الالكترونز دي تمشي اللي هي الايه البامبنج تشارج اللي هي نفسها البوتنشال ديفرنس اللي هي الباتري مثلا اللي هي السورس. طيب
يبقى انا عندي فري الكترونز ماشيه فلو ثرو ذا ايه ذا كوندكتور. طيب عندي بقى حاجه تانية ظهرت اللي هي الايه الريزيستنس دي. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات اهي، عندي بوتنشال ديفرنس اللي هي الايه الفي او البي دي، اي حاجه هنقولها برضو هنقول كل حاجه دلوقتي. عندي بوتنشال ديفرنس، عندي الكترونز ماشيه اللي هو الكرنت، عندي ايه اوبوزيشن اللي هي ريزيستنس. وبالتالي تعالوا بقى نشوف ايه هو الالكتريك ريزيستنس اوف ا كوندكتور، ايه هو الريزيستنس بتاع الكوندكتور ده. طبعا انا بقول ريزيستنس اوف ا كوندكتور يبقى الريزيستنس دي خاصه بالكوندكتور ده. طب وده يعني انذر كوندكتور؟ لا، عنده ايه ريزيستنس تانية، رقم تاني، رقم مختلف. يعني كل ماتيريال، يعني ممكن نقول مثلا الفاكتورز ذات افكت الريزيستنس هي الايه، هي الماتيريال نفسها، لان كل ماتيريال اتفقنا الاستراكشر اوف اتوم هنا غير هنا، وبالتالي هنا في ريزيستنس برقم معين، هنا في ريزيستنس برقم معين. ممكن طيب تعالوا كده نشوف برضو، تعالوا كده نكمل وهنفهم كل اللي انا قصدي عليه دلوقتي. الالكتريك ريزيستنس دي الريزيستنس اللي هي الديفينيشن بتاعها هو الاوبوزيشن اوف ذا كوندكتور، لان الكوندكتور نفسه هو اللي بيعمل اوبوزيشن، هو اللي بيعمل الاوبوزيشن ده تو ذا فلو اوف الكتريك كارنت. للالكتريك كارنت هو ماشي، اللي بيعمل له اوبوزيشن هو الكوندكتور نفسه. يعني افتكر معايا كده، الكوندكتور ده هو اللي بيعمل اوبوزيشن للفلو اوف الكتريك كارنت. تمام قوي. طيب تعالوا نشوف دلوقتي مين هي البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينت. احنا اتفقنا ان احنا النهارده خلاص هنعرف يعني ايه بوتنشال ديفرنس. ايه هي البوتنشال ديفرنس دي؟ احنا قلنا يا مستر اللي هي التشارج بامب، صح؟ اللي هي البامبنج تشارج، صح؟ طيب طب يا مستر بص، انا دلوقتي فاهم كل حاجه. طيب طب احنا هنفهمها النهارده دلوقتي. تعالوا كده نشوف دلوقتي البوتنشال ديفرنس دي اللي هي مين بقى. بص هي، تعالوا كده نشوف ايه ماثيماتيكال ريليشن، انا بحب قوي الماثيماتيكال ريليشن افهم منه الايه المعنى. بص بقى، البوتنشال ديفرنس دي هي الورك اللي انا محتاجها علشان امشي فيها التشارج. ايه ده تاني كده يا مستر؟ البوتنشال ديفرنس دي هي الورك اللي بتمشي مين؟ التشارج. طب ما طبيعي انت لسه قايل ان هي الايه البامبنج تشارج، تمام، بس انا محتاج بقى ورك قد ايه علشان امشي الكيو ده، هو ده اسمه الفي. طيب وبالتالي ايه، تعالوا نشوف الدبليو هو مين، هو الورك دون ان جول، الفي اللي هي البوتنشال ديفرنس ان فولت، الكيو الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج ان كولوم. طبعا ايه الكولوم اللي هو بنخليه كيو، السي اللي هو اليونت بتاعته يعني الكولوم بنخليها سي، الفولت يبقى في، الجول جي. طيب طب دلوقتي انا بقول لك، لو بقول لك مثلا في بروبلم دلوقتي ال W بتساوي ايكوال 10 جول، ال Q ايكوال 1 كولوم، يبقى ال V بتساوي ايه؟ طب هتقول لي يا مستر ايه، ما هي سهله، انت مديك ال W وال Q وعايز ال V، خلاص انا هحط ال V اهي ايكوال، طبعا ال W انت لسه قايل ان هي ب 10، خلاص انا هشيل ال W واحط مكانها 10، وال Q هشيلها واحط مكانها 1، يبقى تطلع في الاخر ب 10. ايه ده؟ ده ال V طلعت ب 10. ايه ده؟ طب ما هي الدبليو كانت ب 10، والكيوب ايه؟ ب 1. المعنى في حاجه يعني دلوقتي، ايه علاقه الفي بالدبليو؟ ايكوال. طب هما امتى يبقوا ايكوال؟ لما الكيوب ايكوال 1، صح؟ تعالى مثلا لو انا مثلا خليت مثلا ال دبليو مثلا ايكوال 20، طب 20 اوفر 1 ايكوال 20، ايه ده؟ ده الفي طول عمرها تبقى 20 لما، لا او تبقى ايه ده؟ الفيو دايما بتيكوال ال W لما الكيو ايكوال 1؟ طب ده ايه ده؟ يعني انا استفدت ايه برضو كده يا مستر؟ ما انا هعمل دلوقتي الديفينيشن. البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينت، تعالوا كده اللي هي الفي، هي نفسها ال W لما الكيو ايكوال 1، يبقى الفي هي ال W لما الكيو ايكوال 1. هنقولها ازاي؟ يبقى البوتنشال ديفرنس هي الورك دون، اتس ذا ورك دون ان جولز تو ترانسفير ا تشارج. طبعا انا مش عايز تشارج واحده بس، انا مش عايز تشارج كتير، انا عايز 1 بس علشان الفي تبقى هي مين؟ هي ال W. طيب to transfer a charge of one column from one point to the other. طيب تعالوا برضو نشوف حاجه تانية اللي هي الاي ام اف اوف سورس او الفي بي. طب يا مستر ما انت لسه قايل لنا دلوقتي ان هي البوتنشال ديفرنس هي الاي ام اف المره اللي فاتت، قلت لك بص هي البوتنشال ديفرنس والاي ام اف ممكن الديفرنس بتوين ذيم مش هيبقى
فهمه دلوقتي غير لما نعرف الاي ام اف نفسها، بس هما الاثنين حاجه واحده على فكره من حيث الفكر نفسه. او ممكن انا مره اقول عن الاي ام اف ده اللي هو البوتنشال ديفرنس عادي مش هتفرق معايا، بس تعالوا دلوقتي نشوف ايه هو اصلا الاي ام اف. ايه ده؟ في بي ايكوال دبليو اوفر تي اوفر كيو، دبليو توتال اوفر كيو. بس هي في دلوقتي ايه في بي، وهي هو اصلا ده شبه ده مستر، بس ايه بقى، بس هنا الفي كانت هنا بقت في بي، والدبليو بقت بقت التوتال ايه وورك. طب ده معناه ايه يا مستر؟ تعالوا برضو نشوف ايه ازاي هنقول الديفينيشن بتاع الايه بتاع الاي ام اف اوف سورس، او الاي ام اف دي اللي هي مستر اللي هي ايه اللي هي الالكتروموتيف فورس. طب مين هي الفي بي؟ اللي هي الفولتج اوف ذا باتري. او ممكن على فكره نقول ان الفي دي مش لازم نقول عليها بوتنشال ديفرنس، احنا اتفقنا عليها ان هي كمان الفولتج، الفولتج تمام. نفس الكلام هنا الفولتج اوف ذا باتري او البوتنشال ديفرنس اوف ذا باتري، بس قليل قوي ان احنا نقول عليها بوتنشال ديفرنس اوف ذا باتري، هي الفي باتري او الفولتج اوف ذا باتري او الالكتروموتيف فورس. طيب تعالوا كده نشوف دلوقتي لو ال W total equal 10 وال Q equal 1 يبقى ال V هت equal ايه؟ equal 10. انت علمتنا، طب خلاص هنعمل ال definition على اساس ده مستر، ماشي صح. يبقى ال VB هت equal ال W total لما ال Q equal 1، يعني ده هي equal ده لما ده ب 1، ماشي خلاص. تعالى بقى ايه، تعالى نقول ال definition. يبقى ال EMF of a source اللي هي ال VB اللي هي it is the total work اللي هي دي هتبقى هي الايه الورك التوتال ورك، لان انا حط قلت لك هنا تي اهي التوتال ورك done to transfer unit charge 1 كولوم، يعني ما هي اليونت تشارج معناها ايه 1 كولوم صح، throughout the circuit outside and inside the source it has units of volt. يعني هو بيقول لك هنا ايه، بيقول لك لو انت عايز تتكلم عن الايه عن البامبنج اوف تشارج throughout outside the source، يعني في مثلا ايه in resistance معينة، يعني مثلا دي الباتري مثلا وادي ده مثلا الايه الريزيستنس اهي. لو انا عايز اتكلم عن البوتنشال ديفرنس او الفورس اللي انا هعملها او الورك اللي انا هعمله علشان امشي الالكترونز ده، لو انا بتكلم خلال الاوتسايد اوف ذا سورس اوتسايد ذا سورس، يبقى انا بتكلم على ايه، على البوتنشال ديفرنس بس اللي هو ايه بره اوتسايد ذا مين ذا سورس. طب لو بتكلم بقى على الورك اللي انا محتاجه جوه وبره، يبقى ده اسمه ايه بقى، ده اسمه الاي ام اف اوف ا سورس او الالكتروموتيف فورس او الفي باتري. يبقى انا دلوقتي عندي نوعين من الفي، في بره وفي جوه وبره. الفي اللي بره اللي هي البوتنشال ديفرنس اللي انا محتاجه او الورك اللي انا محتاجه عشان امشي الواحد كولوم بره الايه او بتوين تو بوينت اوتسايد ذا سورس صح. انما بقى الفي بي او الاي ام اف اللي هي التوتال ورك اللي انا محتاجها، التوتال ورك اللي انا محتاجه علشان امشي ال 1 الكترون او 1 كولوم انسايد اند اوتسايد ذا مين ذا سورس. ايه ده، هو انا محتاج ورك علشان امشي الالكت على علشان امشي ال 1 كولوم ده جوه؟ ما هو ممكن يكون في جوه كمان ايه ريزيستنس، هنعرفها برضو المره الجايه في الاومز لو فور كلوزد سيركت، هنعرف يعني ايه انترنال ريزيستنس في جوه الباتري، انترنال ريزيستنس يعني نتكلم عليها المره الجايه. اكن دلوقتي ما نعرفش حاجه عن الريزيستنس دي اصلا، احنا لسه ما قلناش الريزيستنس دي بالتفاصيل. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. طيب يبقى احنا دلوقتي خدنا البوتنشال ديفرنس وخدنا كمان الاي ام اف اوف ا سورس. تعالى دلوقتي نشوف ايه هو الفرق ما بين الاي ام اف اوف ا سورس والبوتنشال ديفرنس. تعالوا كده نشوف الفيديو ده بيقول لي هنا ايه، بيقول انا عندي الاي ام اف اوف سورس اللي هو خاص بالباتري اللي هي اللي نحطها دلوقتي دي كده. طب لما اجي احط الباتري دي هتعمل لي ايه، هتعمل لي بوتنشال ديفرنس على البالب او اللامب ده. طيب وبالتالي دلوقتي في عندي نوعين دلوقتي، حاجتين دلوقتي. تعالوا كده معلش هرجع تاني، عندي دلوقتي نوعين الاي ام اف، ثواني كده، عندي دلوقتي الاي ام اف اوف سورس اللي هو ده بتاع الباتري نفسها، الاي ام اف اوف ا باتري او الالكتروموتيف فورس، الفورس اللي خاصه بالباتري، الورك اللي بيقوم بيه الباتري علشان يخلي في بوتنشال ديفرنس على الايه، على اللامب او على البالب ده. طيب وبالتالي
لو انا جيت دلوقتي تعالوا كده نشوف، بيقول لي ال charged particles flow through the light bulb because the battery، ان البطارية نفسها هي اللي خلت قوس الزم ال free electrons يعني انه to have a higher potential energy on one side of the light bulb than the other. يبقى دلوقتي انا عندي ال EMF of a source ده للبطارية نفسها، دلوقتي بقى في حاجة اسمها potential difference دي او potential energy اللي هي نفسها ايه الفولتج. خلي بالك بقى معايا هنا في الحتة دي، انا عايزك تاخد بالك من حتة مهمة، مين هي البوتنشال اصلا؟ انت خدت بوتنشال انرجي قبل كده فين؟ طبعا خدتها في ايه، في اولى ثانوي لما جينا قلنا لك ان البوتنشال انرجي دي لما باجي بمسك اي جسم مثلا من سطح الارض from the ground، لما يكون يعني يكون مثلا any body at the height from the ground. طبعا انا دلوقتي لو جيت مثلا مسكت اي قلم والقلم ده انا كنت ماسكه كده في الهواء، تمام، طبعا هو على بعد من الارض مثلا distance معينة او height معين، لو ضربت الويت بتاعه في ال distance هي دي ال potential energy. نفس الكلام ال potential energy هي عبارة عن ايه، هي عبارة عن ايه، هي عبارة عن difference in level، تمام. ده بيخلي ايه، ده تخيل ان هو difference in level طبعا around the mean the lamp او any device عموما علشان يخلي فيه الكارنت ماشي. تعالوا كده نتخيل لو ما كانش فيه اصلا voltage او ما كانش فيه اصلا potential difference، تعالوا كده نتخيل لو ما فيش دلوقتي potential difference هنلاقي ان الكور واقفة في مكانها مش عارفة تتحرك، صح؟ الكور دي اللي هي مين؟ اللي هي الـ free electrons اللي هي الـ electric charge. If both sides of a light bulb are at the same voltage، هما الاتنين ليهم نفس الـ voltage، مفيش current بقى، خلاص يبقى no current will pass through it. يبقى لو دلوقتي مفيش voltage، أي مفيش potential difference، يبقى خلاص كده مفيش current على طول. أنت يكون في current، شوف لما أجي أرفع واحد عن التاني، شايف كده؟ تعالى بص، أنا هرفع دلوقتي اللي على الـ at ليفت، هرفعه لفوق، فانا كده عملت ايه، عملت بوتنشال ديفرنس. خلي بالك في بقى دلوقتي فولتج اكروز ذا لايت بالب، تمام، اهو هتبدا تمشي اسرع، تبدا تمشي اكتر اسرع، يبدا اللمبه تزيد تنور اكتر. يبقى دلوقتي اللي بيحصل، بص كده معايا اللي بيحصل، لما الفولتج بيزيد او البوتنشال ديفرنس بتزيد يبقى الكرنت هيزيد، صح؟ بوتنشال ديفرنس تزيد، الكرنت يزيد، والبلب هو الايه، هو اللي ما بيتغيرش معايا. انا كل ما بزود البوتنشال ديفرنس او ما بغير الفولتج ازوده يعني، بلاقي ان الكرنت عمال بيزيد معايا، وكمان اللايت بالب produces more light، يعني اللمبه بتنور اكتر، شايفين؟ ده بالنسبه لي اللي هو الفولتج او البوتنشال ديفرنس اللي على اللايت بالب. طيب تعالوا كده نشوف حاجه تانية. اتفقنا دلوقتي على مبدأ ان احنا عندنا 3 حروف دول هم، او 3 physical quantities دول هم اساس الايه الشابتر ده، طيب، او اساس الالكتريسيتي كلها، عشان نبقى عارفين برضو ان احنا هنستخدم الحاجات دي كلها في شابتر 2 وشابتر 3، ممكن نعمل ربط ما بينهم. تعالوا نشوف دلوقتي الريزيستنس دي عرفتني ايه. الريزيستنس دي بتقول لي انا محتاجة بوتنشال ديفرنس معينة، محتاج الكتروموتيف فورس معينة، محتاجة فورس او ورك معين to drive a current through a component. يبقى انا عندي 3 حاجات دلوقتي، عندك ايه؟ بص كده، انا دلوقتي عندي فولتج حد بيزق كده، بيزق الفري الكترونز كده علشان تمشي، ولما تمشي الفري الكترونز يبقى ده فلو اوف الكتريك تشارج through a conducting material، يبقى ده current، ده اللي اسمه current لما الالكترونز تمشي. طب مين دلوقتي اللي بيرخم؟ اللي هو الريزيستنس، تمام. طيب يبقى دلوقتي الريزيستنس دي بتعرفني انا محتاج فولتج قد ايه علشان امشي الكرنت، او عشان اخلي فيه كرنت ثرو ا كومبوننت او ثرو ايه ا كوندكتور. طيب يبقى الار عندي هي الالكتريك ريزيستنس اوف ذا كوندكتور، طبعا الميجر يونت بتاعتها اللي هي الاوم، اليونت بتاعتها اوم. هنعرف دلوقتي ان الاوم دي ايكوال فولت على امبير، بس تعالوا ايه نشوف، نخلي الفيزيكال كوانت او الايكويفالنت يونت دي بعدين، بس هنعرف دلوقتي ان الار ريزيستنس اللي هي ان اوم. الفي اللي هي البوتنشال ديفرنس اكروس ذا كوندكتور تيرمينال اللي هي بنقيسها بالفولت، والفولت بيبقى
جول اوفر كولوم ونيوتن في متر اوفر كولوم، ودي هنعرفها بعدين. هنعرفها بعدين ان الفولت بي ايكوال او الميجر او الايكويفالنت يونت للفولت اللي هي الجول اوفر كولوم، الاي اللي هي الالكتريك كارنت انتنستي اللي هي الاي باسنج ثرو ذا كوندكتور اللي هو الامبير ان امبير، عارفين كل الكلام ده. يبقى انا عندي ار اللي هي الكارنت، الار اللي هي الريزيستنس، الفي بوتنشال ديفرنس، اي الكتريك كارنت انتنستي. عرفنا كل واحده اليونت بتاعتها ايه. تعالوا نشوف دلوقتي في قانون كده الماثيماتيكال ريليشن بتوين الار والفي والاي، طبعا اللي هو ايه، ار ايكوال في اوفر اي. طب ثانيه ثانيه، لا لا لا، طب بص كده معايا لو سمحت. فاكرين دلوقتي احنا قلنا ايه؟ لو تفتكروا معايا من دلوقتي كان في كده دلوقتي في فيديو كان شغال ان انا كان عندي الفي ده اللي على اللايت اللايت بولب عمال بيزيد، فالكرنت عمال ايه بيزيد. يعني ايه ده؟ الله، في دلوقتي دايركت بروبورشنال بتوين الفي بالفي والاي. يبقى في ايه، في ريليشن بتوين الفي والاي، طبعا الاثنين كانوا عمالين ايه ده يزيد ده يزيد. ومين اللي كان، مين اللي كان كونستنت هي عندي؟ اللايت بالب هو ما اتغيرش، انا ما رحتش جبت فكيت ده وحطيت لايت بالب غيره، لا هو واحد. طب اللايت بالب ده هو يعني بيمثل ايه؟ هو ايه؟ هو الار الريزيستنس، ما هو ده اللي هو ده اللي هي ايه؟ اللي هيعمل اوبوزيشن للايه؟ للفري الكترونز اللي ماشيه جوه الواير. يبقى على طول كده ممكن نقول ان الار از ايه؟ ان الار از كونستنت. طب وانت استفدت ايه بقى من الموضوع ده؟ لما انا باجي اقول لك دلوقتي ان الار از كونستنت، شايف كده معايا؟ يبقى دلوقتي لما اجي اشيل البروبورشناليتي دي اللي هي علامه البروبورشناليتي، فانا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اقول احط يساوي، محتاج ثابت الكونستنت. مين الكونستنت هنا؟ هو الار. يبقى الفي ايكوال اي تايمز الار. انا دلوقتي لما بشيل العلامه دي بحط مكانها الكونستانت بتاعي. مين الكونستانت هنا؟ اللي هو الار، تمام كده. دي بتدل ان في ان الفي والاي بينهم ايه، دايركت بروبورشنال ات كونستانت مين ريزيستنس اللي هي الار، اللي هي كانت مين، ار بتاع اللامب، اللامب او البالب. طيب تمام، ما علينا، ده الار دي. طيب ال V بت equal I في R، أنا ممكن أخليها إيه؟ R. طبعا أنا عايز ال R، يبقى أخليها V over E. ال R equal V over I. عارفين إن ال R بالأوم، طبعا ال R ممكن نخليها، ممكن هاخد دي كده وهقول ال R بالأوم وال V بالفولت وال I بالأمبير. يبقى أول حاجة عملناها إيه؟ ثبتنا إن ال أوم equal فولت على أمبير. طيب كل الكلام ده تمام، تعالوا بقى نشوف حاجة تانية أهم. أنا همسح معلش كل ده. طيب وأنت دلوقتي لو عايزه يبقى رجع تاني في الفيديو وشوف. طيب المهم إن إحنا عرفنا إن الـ V والـ I is direct proportional with us، تمام. طيب تعالوا كده نشوف. طيب تمام، تعالوا دلوقتي نشوف حاجة تانية اللي هي الأوم. طبعا احنا قلناها دلوقتي أوم فولت على أمبير، وقلنا إن الإلكتريك الريزيستنس أو الريزيستنس عموما هي الريشيو بتوين البوتنشال ديفرنس، وده كان تاني ديفينيشن على فكرة، لسه قايلين ديفينيشن قبل ده. طيب اللي هو ده اللي هو إتز ريشيو بتوين الفي والآي البوتنشال ديفرنس أكروس ذا كوندكتور تيرمينالز أند ذا كارنت انتنستي باسنج ثرو إت. طيب ده شكل الكوندكتور في الحقيقة، شكل الريزيستنس بتاع الكوندكتور في الحقيقة، أو شكل الريزيستنس عموما في الحقيقة. السيمبل ده بتاعها فور الريزيستور از ايه؟ اللي هو ده أو ده، تمام. طيب يعني ممكن نشوفه بالشكل ده، ممكن نشوف الشكل ده. طيب يا مستر، طب معلش، هو احنا بنقيسها بالايه، بالأوم صح؟ تمام ماشي. طب هي ممكن تبقى بالنيجاتيف يا مستر؟ عمرها ما تكون بالنيجاتيف. الريزيستور دايما كمان بتابسورب الباور، دايما بنحول، دايما الانرجي بتاعتي او الالكتريكال انرجي بتتحول الى ثيرمال، لان انا عندي اي كوندكتور بيبقى فيه مين، بيبقى فيه ريزيستنس، وبالتالي هيكون عندي ساعتها
ثيرمال افكت، والثيرمال افكت ده بالنسبه لي هو ان انا حولت من الكتريكال انرجي لمين؟ لثيرمال انرجي. حولت من ايه؟ من الكتريكال، يعني انا عمال بفقد في الايه؟ في الانرجي بتاعتي، بخسر في الانرجي بتاعتي، لان هي انا عايزها الكتريكال انرجي، لا بتتحول لي لثيرمال، السلك بيسخن. تعالوا نشوف حاجه تانيه مهمه برضو، الاوم. طبعا عايزين بقى نشوف بقى اومز لو بقى. ما انت على فكره، على فكره عشان تبقى فاهم، ار ايكوال في اوفر اي، ده هو ده على فكره اومز لو. اذا انت يا مستر ما قلتليش ان ده اومز لو، انت قلت لي ان احنا هنعمل ديفينيشن للريزيستنس. تمام، احنا دلوقتي بنقول لك ايه؟ هو ده اومز لو. طب تعالوا بقى نشوفه ايه اوم اصلا. ده لما جاب القانون ده اصلا قال ايه؟ بص، اوم فاوند ذات ايه بقى؟ ان انا لو عندي كارنت، الكارنت طول عمره بيمشي من الهاي بوتنشال، من الهاي بوتنشال لللور بوتنشال. تمام، طيب هيمشي من الايه؟ من الجهد الاعلى للجهد الاقل شيء. فاكرين في الفيديو طبعا لما كان في ديفرنس ان ليفل، لقينا الالكترونز بتتحرك من فوق وتنزل لتحت، وكل ما كان الديفرنس بتوين التو ليفل بيزيد، يبقى البوتنشال ديفرنس بتزيد، ويبقى الاي كمان هتزيد، واللايت بلب تنور اكتر. طيب دلوقتي بقى عندي طبعا البوتنشال ديفرنس. طبعا انت يا مستر عمال تقول لي بوتنشال ديفرنس وانا مش شايف اي، يعني انت بتقول لي على طول في، فين بقى الديفرنس بتوين البوتنشال بقى والحاجات دي؟ ما هو احنا دلوقتي بنقول ايه؟ البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي اي بي هيبقى البوتنشال اوف اي ماينس البوتنشال اوف بي. يبقى انا دلوقتي عملت ديفرنس بتوين الايه؟ التو بوتنشال، يبقى ده اسمه البوتنشال ديفرنس. فهمتوا كده؟ بس احنا دايما بنقولها الفي اي الفي بس، من غير ما نقول في اي بي، لان انا فاهم كده، لان احنا دايما مش بنتعامل مع البوتنشال بتاع ايه؟ مش بتاع ال1 بوينت، لا بنتعامل مع البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت. تمام، اللي هو مثلا ايه وبي، هنا مثلا اهو دول، انا بتعامل، انا مش بتعامل مع البوتنشال بتاعت ايه لوحديها، مش بتعامل مع الفي اي ولا بتعامل مع الفي بي، بتعامل مع البوتنشال ديفرنس بتوين ايه وبي. فانا لو حطيت فولتميتر هنا، طبعا الفولتميتر هو اللي بيقيس لي البوتنشال ديفرنس بتوين تو اني بوينت. طيب طبعا هي ايكوال ايه؟ لان هي دايما بتيكوال اي في ار، او لان دايما لما البوتنشال ديفرنس ده بيزيد، لما الفرق ده بيزيد اللي بيحصل، والار ثابت والار دي اس كونستانت، لان الاي بتزيد، فلا ان في ايه؟ لان في ان الفي، طبعا الفي اي بي دايركت بروبورشنال ويز ار ويز اي، والار اس كونستانت لان عنده مين؟ لان هو بيشيل التناسب، ثابت اللي هو علامه التناسب دي، وبقى بيحط مكانها الكونستانت اللي هو مين؟ اللي هو الاي. طيب ما علينا، لسه قايلينها من شويه يعني. فانا عندي الاي ايكوال في اي ماينس الفي بي اوفر ار. طبعا من هنا برضو الفي اهي، هقسم هنا اوفر ار، هنا تديني الفي اوفر ار. طبعا احنا بنقول هنا الفي على طول، ما بنقولش في اي بي. تمام، طيب كارنت اللي هو الاي يعني باث فروم اي تو بي، هو ان الفي اي اكبر من الفي بي، لما يكون البوتنشال اوف اي اكبر من البوتنشال اي، از بيجر ذان مين؟ البوتنشال اوف بي. وده طبعا بنسميه الكول الفولتج دروب ان ريزيستنس. مستر انا مش فاهم يعني ايه الفولتج دروب ان ريزيستنس، هقول لك. شايف يعني ايه فولتج دروب ان ريزيستنس؟ هقول لك دلوقتي. طيب افترض دلوقتي انا كنت داخل هنا، انا كنت داخل مثلا معايا 5 فولت، كنت داخل هنا مثلا معايا 5 فولت، بقوا مثلا وانا ماشي جوه الريزيستنس دي بقوا 2 فولت. ده طبيعي ليه؟ لان انا عندي دي هتاخد مني جهد، هتاخد مني بوتنشال، يبقى انا محتاج ايه؟ هتاخد مني ايه؟ فولتج. يبقى ده بنسميه الفولتج دروب ان ريزيستنس، اللي هو الفي اي ماينس الفي بي. طيب ده اسمه البوتنشال او الفولتج دروب ان ريزيستنس. ليه؟ لان انا عندي في فولت بيحصل له ايه؟ بنخسره فولت، بنخسره في الريزيستنس دي لما بنعدي على اي ريزيستنس. طيب تعالوا كده نشوف حاجه تانية، بيقول لي الديفرنس بتوين الفي اي والفي بي از في اي بي كولد فولتج دروب ان ريزيستنس، احنا بنسميه فولتج دروب ان ريزيستنس. طيب يعني بيبقى في ايه؟ ديفرنس ان ليفل بتوين الايه؟ الريزيستنس بعد وقبل، يعني افتر وبيفور الريزيستنس نفسها. طيب الار طبعا ان ايه؟ از ريزيستنس ان اوم
وال I is the current in ampere وال V is the voltage in volt with reference direction as shown. طيب تعالوا نشوف دلوقتي. طبعا with reference direction يعني دايما بيمشي من ال high إلى ال low، طبعا من ال high voltage من الكبير للصغير، من الفولت الكبير للفولت الصغير، من الفولت الكبير للفولت الايه الصغير. ده دايما الكرنت هو اللي بيحب يمشي من الكبير للايه للصغير. طيب تعالوا كده نشوف بقى الفاكتورز اللي افكت ذات افكت مين الريزيستنس. يعني احنا عمالين نتكلم اصلا على الفولت، والفولت عمل هو بقى البامب، البامبنج اوف تشارجز. ده خلاص فهمنا معناه البامبنج تشارجز، ان انا بمشي الايه الفري الكترونز ثرو ذا واير. عرفنا الكلام ده يا مستر. طيب الواير نفسه بقى، انت قلت لي عنده كده بروبرتي اوف ذا كوندكتور ان هو اللي هي اسمها الريزيستنس، هو بيعمل اوبوزيشن للالكترونز اللي ماشيه. وعشان كده انا بسال الريزيستنس دايما بتسال او بتقول لنا، يعني بتقول لنا انا محتاجه فولتج قد كذا علشان تمشي الكرنت ده. تمام. طيب فالريزيستنس دي انا بعرف، طب الريزيستنس دي هي كتيره ولا قليله؟ تعالوا نعرف دلوقتي يعني ايه الريزيستنس. اتفقنا ان هي الاوبوزيشن. طبعا لو انا تخيلت مثلا ان انا عايز اعرف الفاكتورز دي، لو انا بتكلم عن اي واير مثلا او اي كوندكتور، ايه اللي هيحصل؟ هيفرق معايا مين؟ هيفرق معايا في اللينس بتاعه. لو اللينس بتاعه طويل قوي قصير وده طويل، هحتاج انا بقى ايه؟ اكني ماشي في شارع ايه؟ اكني انا هنا في اللحظه دي ماشي في شارع قصير، هنا ماشي في طريق طويل قوي. يبقى دلوقتي اكيد ده طبعا هيبقى عنده less resistance، ده هيبقى عنده greater resistance. يبقى دلوقتي عندي اللينس طبعا هيتأثر، هيكون فاكتور من الفاكتورز اللي ذات الافكت مين resistance. طب اشمعنى؟ لان انا لو عندي الطريق طويل هيبقى فيه كولوجن اكتر، هيبقى فيه فريكشن اكتر. يبقى دلوقتي انا عندي ان لما يكون اللينس كبير هيكون الايه الريزيستنس كبيره، لما يكون ده كبير ده كبير اه. طب لما يكون اللينس قليل هيبقى الريزيستنس قليله. يبقى ده على طول از دايركت بروبورشنال، وهنتكلم عليها كمان شويه. طيب تعالى نتكلم على الكروس سيكشنال اريا. لو انا دلوقتي خليت الاريا اللي هيمشي فيها الالكترونز دي كبيره زي دي، طب ممكن اضيق على الالكترون قوي بقى. اه انت رخم بقى كده. يبقى لما تكون الاريا كبيره الريزيستنس هتكون قليله، less resistance، صح ولا غلط؟ لما تكون الاريا كبيره الريزيستنس هتكون قليله. طب يا مستر، طب دلوقتي اشمعنى يعني؟ ما هو اكيد دلوقتي لو انت ماشي في شارع واسع، احتمال ان الالكترونز دي تقعد تخبط في الالكترونز اللي حواليها وتخبط في الايونز والاتومز، طبعا احتمال نسبته ايه صغيرة، عكس لما انت تخنق عليه كده كده هيخبط، يعني هيخبط. فالريزيستنس اصلا هو عبارة عن ايه؟ الريزيستنس هي عبارة عن كولوجن بين الايه الالكترونز والايه والاذر الكترونز والايونز اند اتومز بريزنت ان ذا كوندكتور. طيب تعالوا كده نشوف حاجة تانية مهمة قوي، الماتيريال نفسها اكيد هتأثر ولا لا؟ طب تعالوا معلش كده قبل ما نخش على الماتيريال، احنا اتفقنا اصلا الماتيريال دي من بدري قوي هتكون فاكتور، احنا قلناها من بدري جدا هتكون ايه بتأثر على الريزيستنس على حسب الاستراكشر اوف مين اوف ذا اتوم او اوف ذا الماتيريال او كوندكتور نفسه. طيب تعالوا نتكلم على الملحوظة دي او النوتس دي. الونجر لينس يعني لما يكون اللينس طويل بتاع الواير provides more resistance، طبعا هيديني resistance كبيرة than a shorter length of wire does. يعني اللينس الطويل يديني resistance أكتر من اللي هيديها لي اللينس القصير بتاع الايه الواير. يعني ايه؟ أكن طول ما الطريق طويل كل ما resistance كانت أكتر. طب similarly بالظبط كده هتلاقي إن أنت عندك ال wider wire allows the charges to flow more easily than a thinner A wire does. يعني لما يكون هو واسع، الطريق واسع، هتلاقي ان هو بيعدي الالكترونز دي بسهولة جدا وبسلاسة. طيب عكس بقى مين؟ الرفيع ده. طيب فده بنسميه less وده بنسميه greater. يبقى تعالوا كده بس كده ايه واحنا كده بنتكلم نشوف العلاقة ما بين اللينس والريزيستنس. لما يكون اللينس طويل او كل ما اللينس كان كبير كل ما كانت الريزيستنس كانت كتيرة، يبقى دي ايه؟ is direct proportional. طيب دي دايركت.
طب تعالوا كده نشوف دلوقتي، لما تكون الاريا كبيرة هتكون الريزيستنس قليلة، لأن الإلكترونز هتمشي مور ايزلي. يبقى أنا ساعتها إيه؟ ساعتها دي هتبقى انفرس، لأن كل ما دي كانت كبيرة دي كانت قليلة، فساعتها هتبقى انفرس. لما تيجي نشوف الماتيريال بقى، طبعا الماتيريال هتأثر. الماتيريال افكتس دي طبعا هاف تو دو ويز ذا ستراكشر اوف ذا اتومز ميكينج اب ذا ماتيريال، لأن الماتيريال نفسها أصلا معمولة من الاتومز، والاتومز دي هي اللي بتعمل لي الكلوجن. وطبعا الاستراكشر نفسه بتاع الاتومز ده هو اللي هيخلي لي الافكت نفسه بتاع مين؟ بتاع الريزيستنس. طيب انا عندي دلوقتي مثلا الكوبر واير مثلا او الايرون واير، طبعا هيبقى عندي الكوبر واير ده ماله؟ هيكون الريزيستنس بتاعته قليله جدا، فيبقى عندي يبقى ده ايه؟ لما يكون الريزيستنس قليله هيبقى هو يبقى عنده كوندكتيفيتي ايه؟ عاليه. طيب تمام. الايرون هكذا نفس الكلام، عنده كريتر ريزيستنس. هي عامه انا مش هقعد احفظ بقى كل الايه؟ كل الماتيريالز الموجوده واعرف ده مثلا عنده اكتر ريزيستنس واقل ريزيستنس، بس انا بقول لك مثلا كاكزامبل هنا، مثلا انا عندي في فرق اكيد ما بين الايه؟ بتوين الماتيريالز، او الماتيريال نفسها هي فاكتور من الفاكتورز اللي بتاثر على مين؟ على الريزيستنس. طيب عندي بقى التمبريتشر، كل ما التمبريتشر كانت صغيره اكيد الالكترونز بقى مش هيقعد يتنطط بقى وبتاعه كده، فايه هيمشي بقى من غير كلوجنز وبتاعه كده، تمام؟ فيبقى ده ليس ريزيستنس. اما لو جيت زودت عليه سخنته بقى، سخن يعني خليته قاعد يتنطط بقى كده وهو ماشي في الايه؟ في الريزيستنس. طبعا وانا بتكلم عن التمبريتشر انا مثبت الايه؟ مثبت اللينس ومثبت الاريا ومثبت الايه؟ التايب اوف او الكايند اوف ماتيريال. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الهاي تمبريتشر هتديني كريتر ريزيستنس. طيب يبقى بيقول لي فور موست ماتيريالز ريزيستنس انكريزز. ايه ده يا مستر؟ فور موست، انت ما قلتليش ليه اول ماتيريالز، مع ان لو اي تمبريتشر بيزيد هيزود على طول مين؟ هيزود على طول الايه؟ هيخلي الالكترونز تتنطط، وبالتالي هيخلي الكلوجنز اكتر، وبالتالي هيخلي الريزيستنس تزيد عليا. اه عندك حق. طب ما انت بس احنا خلي بالك، انا قلت موست هنا علشان في ماتيريالز تانية بتخلي الريزيستنس تقل decrease with the increase of temperature. ايه ده يعني عكس اللي انت بتقوله ده يا مستر ده؟ اه. طب دي مين دي؟ احنا دلوقتي على فكرة بنتكلم عن الكوندكتورز، لو انا بتكلم عن الموست ماتيريالز دي فاغلبها بتكون ايه؟ جود كوندكتورز. اما اللي انا بتكلم عليها دي اللي هي التمبريتشر بيأثر عليها عكس الكلام ده، يعني لما ازود في التمبريتشر لا انا بقو يعني بخلي ان في الكترون يطلع اصلا، يعني دي بنسميها السيمي كوندكتورز. بالتمبريتشر بيخلي فيه فري الكترونز، تمام كده؟ طيب يبقى دلوقتي انا عندي بتكلم بشكل عام على الجود كوندكتورز دلوقتي عشان تبقوا فاهمين، اما السيمي كوندكتورز عكس الكلام ده، بس انا دلوقتي عايز الكلام ده بس اللي هو ايه؟ ان الماتيريالز الريزيستنس بتاعها increases with the decrease of mean temperature. طيب تمام. When a material is hot, its atom vibrates fast and it is more difficult for an electron to flow through the material. طبعا هيكون اصعب على الايه؟ الالكترون عمال يتنطط وماشي، عمال يحصل له ايه؟ يخبط هنا ويخبط هنا، فكل الكلام ده بيزود الريزيستنس اكيد. تعالوا كده نعمل سمري اللي احنا قلناه ده كله. طبعا عندنا السايز والماتيريال والتمبريتشر هتأثر على الريزيستنس. السايز بالنسبة لي هو كان اللينس والاي والسيكنس، السيكنس اللي هو الاريا، عشان تبقى عارفين برضو ان الاريا هي نفسها السيكنس، او الكروس سيكشن الاريا هو نفسه السيكنس. لما ال L1 تكون قليلة هيكون الريزيستنس قليلة، لما يكون اللينس طويل هيبقى الايه؟ مور ريزيستنس، وهكذا. ده هيبقى less resistance وده هيكون ايه؟ more resistance. هكذا الكبر واير هتلاقي والايرن ده less وده ايه؟ ده more. ال resistance occurs when electrons collide with ايه؟ with atoms. temperature لما تكون قليلة less temperature هتديني less resistance. طب وال higher temperature هتديني مين؟ more resistance. طيب تعالوا نشوف شكل الريزيستنس شكلها عامل ازاي، بتبقى شكلها عامل كده. طب انا بستخدم الريزيستورز دي اصلا في ايه؟ هل هي مفيده؟ اه طبعا مفيده، لان هي بتكنترول مين؟ الكرنت. طبعا انا ممكن الكرنت ده يبقى كبير قوي، فممكن يعمل ايه؟ ممكن يحرق لي الجهاز ده مثلا، فانا محتاج ان انا اخلي الكرنت يهدى شويه علشان. طب انا هخليه يهدى ازاي؟ عن طريق الريزيستنس دي. يبقى الريزيستنس دي هي عباره عن ايه؟ هي الباشا، هي اللي بتتحكم في مين؟ في الكرنت نفسه.
طب خلي بالك بقى، طب هل ينفع العكس يا مستر؟ يعني ممكن الكارنت نفسه يتحكم في الريزيستنس؟ انا قلت لك دلوقتي ايه؟ قلت لك الريزيستنس الفاكتورز ذات افكت الريزيستنس هي اربعه بس، قلت لك اللينس والاريا والماتيريال والتمبريتشر، ما قلتلكش اي حاجه تانيه. يبقى اي حاجه تانيه مش هتاثر على مين؟ على الريزيستنس. لما اجي اقول لك الكارنت اتغير، الكارنت ماله؟ انا ولا لو هو لينس ولا هو اريا ولا ماتيريال ولا تمبريتشر. يبقى على طول لما اجي اقول لك ان الريزيستنس دي doesn't change if we increase the current، يبقى ال resistance دي doesn't change if we increase the current. يبقى ده ايه؟ يبقى ده معناه ان انا عندي دلوقتي لو ال resistance دي يعني مثلا كانت 5 اوم مثلا، خليت ال current بدل ما هو 2 امبير لا خليته 3 امبير، ايه اللي هيحصل لل resistance؟ doesn't change على طول. تمام؟ يبقى لما اجي اقول دلوقتي مثلا بسؤال زي ده، a conductor its resistance equal 10 ohm both through it electric current 0.5، يعني both through passes through it electric current 0.5 ampere if that conductor is passed through it، يعني لما يكون بقى الكوندكتور ده بيمر فيه بيمشي فيه current 1 ampere. انا لما دلوقتي لما غيرت في الكارنت الريزيستنس بتتاثر يا باشا. الريزيستنس ملهاش غير في الايه؟ في السايز زي اللينس والسيكنس، ملهاش غير في الماتيريال والتمبريتشر. اي حاجه من دول اتغيرت لا الكارنت اللي اتغير انا مالي انا؟ طيب يبقى على طول هتفضل ايه؟ ريمينز كونستانت، هتبقى ايه؟ زي ما هي. طيب على الرغم ان حد ممكن يجي يقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر دلوقتي بقى لما الالكتريك كارنت ده يزيد مش هيكون عنده سيرمال افكت اكتر؟ مش هيخلي الريزيستنس تزيد؟ لا لا هتفضل ريمينز كونستانت. دلوقتي احنا بنقول ان الزياده في التمبريتشر مش هتعمل لي اي حاجه، كأن دلوقتي الزياده في الانكريز ان تمبريتشر مش هتاثر خالص على مين؟ مش هتاثر خالص على الريزيستنس. تمام كده؟ يبقى دلوقتي لما الكرنت بيزيد على طول الريزيستنس هتريمينز كونستنت. خلي بالك من السؤال ده مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. طيب what factors affect the resistance of a conductor؟ ال factors affecting the electric resistance of a conductor طبعا اللينس اتفقنا ان هو يكون دايركت بروبورشنال at constant لما ثبت طبعا ال area وال kind of material وال temperature. لما ثبت باقي يعني ال factors يبقى ال R1 over R2 طبعا بنكتب ال direct proportional يا اما R1 over R2 equal L1 over L2. طبعا ال cross sectional area طبعا ايه؟ is direct inverse، انا اسف، لان احنا كل ما ال area كبيرة كل ما كان ال ايه؟ كل ما كان ال occlusion اقل كل ما كان ال resistance كانت اقل. وبالتالي at constant length وال kind of material وال temperature R is inverse with A يبقى ال R1 over R2 equal A2 over A1. طيب يبقى ال kind of material ال temperature as temperature increases the resistance of conductor increases. طبعا احنا هنخلي ال R is direct with L R is inverse with A يبقى ممكن نعملهم in one relation. يبقى ال R is direct with L and inverse with A. ممكن بقى نشيل بقى ال A، نشيل العلامة دي ونحط مكانها constant. الكونستانت عندي هيكون الرو اي. هو الرو اي مين الرو اي ده بقى؟ حاجة اسمها resistivity. انا دلوقتي قلت ان الار ليها علاقة بالال والار ليها علاقة بالايه. طب بقى فين بقى ال kind of material وفين ال temperature اللي انت كلمتني معاه؟ ما هي دي بقى الرو اي. بقى الرو اي اللي بقى تيجي تتدخل بقى وتنقذ الموقف. لما الار هي ال resistance of the conductor تمام، وهي الاوم، وعرفنا من شوية ان هي كانت الفولت على الامبير. الرو اي اللي هي الالكتريك ريزيستيفيتي اوف ذا كوندكتورز ماتيريال اور سبيسيفيك ريزيستنس. على فكرة احنا ممكن نقول حاجتين، ممكن نقول الريزيستيفيتي او ممكن نقول السبيسيفيك ريزيستنس. يا اما ريزيستيفيتي الرو اي، يا اما ريزيستيفيتي يا اما السبيسيفيك ريزيستنس. طيب الميجر يونت بتاعتها اي اوم في متر وهنعرف دلوقتي، او ممكن نشيل الاوم ونحط مكانها فولت على امبير، لان احنا اتفقنا ان الاوم هو فولت على الامبير تايمز الميتر، او فولت على الامبير متر تايمز المتر الميتر. اللينس اوف ذا كوندكتور اللي هو بالميتر برضو.
ال A cross sectional area of the conductors in meters square. ممكن نعمل ال R مع ال direct ومع ال A inverse ومع ال rho أكيد هتبقى direct. فأنا ممكن يكون عندي ال wire نفسه ال cross section بتاعه عبارة عن circular، شكله circular cross sectional area. يبقى ساعتها أنا ممكن أفك ال area دي هي باي ار سكوير. طبعا امتى ان انا بستخدم الفورمولا دي؟ بستخدم الفورمولا دي لو انا كان عندي تو واير مثلا، وهنشوفها في الايه، او تو واير هاز ديفرنت ريزيستنس، فانا عايز اعرف ايه علاقه الريزيستنس الاولى بالثانيه. تعالوا نشوف دلوقتي اكزامبلز على الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده. بيقول لك قبل ما نخش على البروبلمز، تعالوا نشوف الالكتريك ريزيستيفيتي او الريزستيفيتي اوف ذا ماتيريال اللي هو سبيسيفيك ريزيستنس. ممكن نعرفه بايه؟ هو الريزستنس اوف ا كوندكتور اوف يونت لينث اند يونت كروس سكشنال اريا. يعني ايه؟ يعني الرو ايه؟ هي الار لما ال ب1 وال ايه ب1، ما هو ده ب1 وده ب1، فاكيد ده ايا كان رقمه هيبقى بيساوي ده لان دول ب1. فاهمين معايا كده؟ يبقى انا بعرف الرو ايه، الديفينيشن بتاعها هو الار لما ال ب1 وال ايه ب1. يبقى it is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. معنى كلمة unit يعني ده ب1 متر وده ب1 متر سكوير اللي هو الاريا يعني. تمام. بنقول هنا كمان ان ال R او ال resistance دي هي physical property of the material. يعني كل material ليها resistance غير التانية، او ال resistivity عموما. ال resistivity هي حاجة بتميز المادة دي عن المادة دي. يعني المادة دي مثلا ليها ريزيستيفيتي بقيمة معينة، المادة الماتيريال التانية دي عندها ريزيستيفيتي تانية خالص، رقم تاني خالص. طبعا ايه؟ ات سيم ايه؟ ان ذا سيم تمبريتشر. يعني انا عايز اثبت التمبريتشر برضو، علشان التمبريتشر لو دخل هيغير لي طبعا قيمة الريزيستيفيتي. لان احنا بنقول دلوقتي اي فيزيكال بروبرتي هتأثر لي هتكون مختصة بالمادة دي بس، او للماتيريال ده بس. طب لو انا جيت غيرت التمبريتشر، لا ساعتها بقى الاستراكشر اوف اتومز نفسها ممكن تتغير، وبالتالي على طول الايه، الريزستيفيتي تتغير. يبقى السبيسيفيك ريزيستنس او الريزستيفيتي دي بتعتمد على ديبند اون حاجتين، تو فاكتورز اللي هما مين؟ اللي هي التمبريتشر وال الكايند اوف ماتيريال والتمبريتشر. طيب ولما التمبريتشر اكيد هتزيد، يبقى الريزستيفيتي اوف ماتيريال انكريز. طبعا الريزستيفيتي دي اللي هي لما بتكون كبيره قوي، يبقى معنى كده ان ده بات كوندكتورز، ده هو اصلا ايه، بيعمل ابستراكشن كبير قوي، بيعمل اوبوزيشن كبير قوي، يبقى اكيد هو ايه، الريزستيفيتي بتاعته مالها كبيره. طيب عندي الالكتريك كوندكتيفيتي اوف ا ماتيريال اللي هو الكوندكتيفيتي، يعني هي عباره عن ايه، ده بنقوله كده على طول، it is the inverse or reciprocal of the resistivity. reciprocal of the mean resistivity او ال inverse على طول. تمام كده. طيب يبقى احنا خدنا حاجة اسمها ال rho اللي هي ال rho اللي هي ال resistivity، وبعد كده خدنا حاجة اسمها ال conductivity، وعرفنا ان ال conductivity عبارة عن ايه. طيب تعالوا كده بس نشوف ال ايه، ان ال sigma equal 1 over rho e. مين ال sigma دي؟ اللي هي ال conductivity. مين ال rho e؟ هي الريزستيفيتي. وقلنا ان هي الايه، ان السيجما او الكوندكتيفيتي ده الريسبروكال اوف ذا ريزستيفيتي. الرو اي اصلا ايكوال ايه؟ ممكن نعرف ان الرو اي بت ايكوال ايه من هنا، ار في اي اوفر ال. ار ممكن نودي ال اوفر اي دي الناحيه الثانيه، الريسبروكال بتاع الناحيه الثانيه، علشان نجيب كلمه هنخلي الرو اي لوحديها هنا، نودي ده الريسيبروكال بتاعه، يعني ال اوفر اي هناك يبقى اي اوفر ال. يبقى على طول الرو اي ايكوال ار تايمز اي اوفر ال، اللي هو الفورمولا دي. ساعتها انا ممكن اشيل من هنا الرو اي واحط مكانها ار في اي على ال. تمام، اي حاجه تحت تطلع لفوق تاني. تمام كده. طيب بس، ومن هنا بنعرف بقى الريزستيفيتي اوف ا كوندكتورز ماتيريال طبعا اوم في متر. عرفت منين اللي هو اوم في متر؟ تعالوا كده نبص، هتلاقي ان الرو اي لو انا عايز اجيب الايه اليونتس بتاعتها، بنحط كده ايه، تو براكت كده. يعني انا عايز اجيب اليونتس بتاع الرو اي، فبنقول ان الار اللي هي الاوم، والاي متر سكوير، والال اللي هو المتر،
نشيل السكوير مع الايه مع المتر مع الميتر اللي تحت ده، يبقى اوم في متر، يبقى على طول الرؤية اليونت بتاعتها تبقى اوم في متر. يعني الريزيستنس هي ار الاوم بس، اما الايه الريزيستيفيتي اوم تايمز متر او اوم في متر او اوم متر على طول. السيجما اللي هي الكوندكتيفيتي اوف كوندكتورز ماتيريال طبعا هتكون هي الريسيبروكال، فعلى طول لو هي دي باوم في متر تبقى دي اوم باور نيجاتيف 1 تايمز متر باور نيجاتيف 1. الاوم باور نيجاتيف 1 ده سيمون، سيمون تايمز المتر باور نيجاتيف 1. ايه يا مستر سيمون ده؟ ما هو اسمه جورج سيمون اوم، فهو خد اوم. طب ما هو اسمه الباقي بقى ايه؟ نحط سيمون هنا، فاهمني؟ طيب هو ايه كل اسمائه وحاططها في الايه ك سيمبل بنستخدمها. طيب اللي هو ايه اوم، طبعا اومز لو ده اللي هو طبعا قانون بتاع العالم اوم جورج سيمون اوم. طبعا كلمة اوم دي جاية طبعا من اسم العالم. طيب تعالوا كده نشوف حاجة تانية مهمة جدا. اتفقنا ان احنا عندنا ان الرو او الريزستيفيتي اللي هي كانت فيزيكال بروبرتي اوف ذا ماتيريال، هكذا برضو الكوندكتيفيتي دي فيزيكال بروبرتي اوف ذا ماتيريال. يعني المادة دي الماتيريال دي ليها ريزستيفيتي برقم معين، ودي ليها الماتيريال تانية خالص هيبقى ليها اكيد رقم تاني خالص، تمام كده؟ وهكذا برضو الكوندكتيفيتي. عندي حاجة تانية اللي هي الفاكتورز افكتنج ذا الكتريك ريزستيفيتي اوف ا ماتيريال، طبعا هتكون ايه نفس الكلام بالظبط. الريزستيفيتي سوري، هي دي المفروض تكون دي المفروض تكون مين؟ تكون الكوندكتيفيتي. انا قصدي كان هنا اللي هو الكوندكتيفيتي، طبعا هنا ايه؟ طيب دي الكوندكتيفيتي اللي هي دي اللي انا عمال بتكلم عليها دلوقتي، دي اللي هي الكوندكتيفيتي دي اللي انا عمال بتكلم عليها، تمام كده؟ طيب وتعالوا نشوف التمبريتشر. هي زي بالظبط دي زي اللي فوق دي، طبعا هتبقى العكس لان هم اصلا ايه ريسيبروكال، يعني السيجما الريسيبروكال بتاع الريزستيفيتي. لو كان التمبريتشر لما بي انكريز لو الريزستيفيتي انكريزز وذ انكريز اوف تمبريتشر، اكيد الكوندكتيفيتي ديكريز وذ انكريز اوف ايه اوف تمبريتشر. اشمعنى؟ لان السيجما الريسيبروكال اوف ذا ريزستيفيتي. طيب تعالوا كده نمسح الحبة دول طيب ونشتغل على حاجة تانية خالص. تعالوا نشوف دلوقتي problems. بيقول لي if a length of او choose if, a, if the length of a copper wire is doubled، يعني لو ال length is doubled يعني ايه؟ يعني ال 2 equal 2 ال 1. ما هو قال لي ايه؟ قال لي ال length is doubled وال cross section area is decreased to its half، يبقى A2 equal half A1. طب ال resistance بقى؟ طب ال resistance هيحصل لها ايه؟ طب ما تيجي نشوف. هو قال لي ان ال copper wire يعني ما تكلمش خالص على ان انا عندي ايه واير من ماده تانية، يبقى الرؤية ايه is constant. يعني انا ممكن اشيل يعني انا بالظبط كده زي ما حد قال سمعت دلوقتي، قصدي اقول يعني ان الرو دي هي نفس الرو دي، فنشيلهم. ايه المانع ان احنا نشيلهم مع بعض؟ تمام شيلهم. بص بقى احنا قلنا ان احنا هنستخدم الريليشن دي، لو قال لي ان الاريا دي بيتكلم فيها عن الدايمتر او الراديوس، يبقى انا محتاج ان انا افك الاريا. لو ما اتكلمش، لو قال لي ان الاريا زادت او قلت، خلاص يبقى انا مش محتاج ايه ان انا اخلي دي باي ار سكوير، تمام كده؟ طيب هنا اريا 2 ايكوال هاف اريا 1، هو بيقول لي لان بيقول لي ايه الكروس سكشن اريا از ديكريز تو اتس هاف. طيب فانا استخدمت على طول ال 2 دي وديتها الناحيه الثانيه، فبقت اي 1 ايكوال 2 اي 2. على طول بقى بعمل ايه؟ بعمل دي كده اللي هي ار1 اوفر ار2 الفورمولا بتاعتي. طبعا انا مش شرط ان انا احفظها لان انا عارف ان الار والال دايركت والار والاي انفرس. فلما اقول دايركت يبقى 1 2 1 2، لما اقول انفرس يبقى 1 2 2 1 اللي هو العكس، يعني فاهمني؟ نفس الكلام الريزستيفيتي اكيد هتبقى ايه مع ريزيستنس، دول حتى ايه شبه بعض، فاكيد برضو مع بعض دايركت. لما الريزستيفيتي بتاع او الماتيريال نفسها اختار ماتيريال الريزستيفيتي بتاعتها عاليه، يبقى اكيد الريزيستنس بتاعتها تكون كبيره.
طيب L2 نشيلها ونحط مكانها 2 L1، تمام، وال A1 نشيلها ونحط مكانها 2 A2. يعني ايه؟ يعني معنى صح انا خدت ده، شايفين؟ انا دلوقتي شلت ال L2 من هنا مثلا، وحطيت مكانها اللي بيساويها اللي هو 2 L1، تمام، وشلت ال A1 وحطيت مكانها مين؟ اهي من هنا برضو، وحطيت مكانها 2 A2. فانا بمعنى اصح انا بعمل ايه؟ يعني اللي لوحديها هنا، اللي لوحديها دي طبعا، وانا ما خليتهاش هاف هنا، يعني انا عشان تبقى كلها على سطر واحد، بدل ما يظهر لي هنا ايه مثلا كسر مثلا او فراكشن هنا، تمام، انا مش بحب الايه الكسر، تمام. طيب فانا على طول هنا بخلي بشيل ال A1 واحط مكانها مين؟ 2 A2. طبعا L1 مع L1 هتروح، A2 مع A2 هتروح، هيبقى معايا 1 over 4 على طول، R1 over R2 تيكوال 1 over 4. انا عايز اعرف الريزيستنس هتحصل لها ايه. ممكن نعمل هنا سيزر، يبقى انا دلوقتي عندي ال R1 ايكوال R1 over R2 ايكوال 1 over R، فعلى طول هعمل سيزر هنا، فيبقى لي ان R2 تايمز 1 ايكوال 4 R1، يبقى على طول ان R2 ايكوال 4 R1، يبقى على طول هت increase 4 times اللي هي number C. تعالوا نشوف حاجة تانية، بيقول لي if a wire is stretched to so that its length is increased to the double of its original length. يعني أنا دلوقتي لو عندي واير بالمنظر ده، لو أنا عملت له stretch كده، يعني يعني رفعته خالص، بحيث إن اللينس بتاعه increased to the double، يعني زاد للإيه؟ مرتين. طيب then its resistance increased to إيه بقى؟ الريزيستنس نفسها هتحصل لها ايه؟ طبعا لما انا اجي ايه اخلي ده لده، يبقى انا بعمل ايه؟ بصراحه انا كده بعمل ايه؟ الفوليوم ثابت. يعني انا لو هنا مثلا كان في هنا ووتر مثلا هنا في دي، لو انا جيت سحبتها هتفضل نفس الايه الووتر زي ما هي، فالفوليوم بتاع الووتر ما اتغيرش. يعني هنا معنى صح انا قصدي اقول ايه؟ ان الفوليوم مش بيتغير، الفوليوم از كونستنت. يعني ايه الفوليوم؟ الفوليوم اللي هو ايكوال الاريا، الكروس سيكشن اريا دي، الكروس سيكشن اريا دي اللي هي الاريا دي، احنا عارفين ان الفوليوم هو عباره عن اريا، اريا تايمز مين بقى؟ تايمز ال ال دي. يعني انا عشان اجيب الفوليوم بتاع اي حاجه بضرب الكروس سيكشن اريا بتاعتها في الايه؟ في اللينس، او الايه؟ كنا بنقول الاريا في الهايت، بس الهايت هنا بالنسبه لي هو ايه؟ هو مايل هنا، صح؟ نايم هنا. طيب هنروح نصحح، حاضر، تمام، ماشي. دلوقتي اللي حصل هنا ان الفوليوم is constant، يعني احنا عارفين طبعا من هنا ان ال A هت equal برضو، شايفين الفوليوم equal area في ال L، انا عايز ال area يبقى فوليوم على ال L. طيب من هنا انا عارف ان ال A وال L مالهم، لان الفوليوم constant is constant، يبقى انا عارف ان ال A وال L ماله inverse، جدع. طيب يعني لما ال L تزيد اللي هيحصل لل A؟ هتقل. اه صح، ما هو مكان، شايف انت؟ شايف انت معايا دلوقتي اهو، ادي الاريا اهي، اه اللينس يا حبيبي اهو كان واحد، الواحد زاد اهو، لكن الاريا، الاريا قلت، يعني هي علاقة انفرس. ايه ده؟ صح، تصدق؟ طب يعني ايه؟ يعني لما اقول لك ان ال L2 is doubled، L2 equal 2 L1، على طول ما هي الاريا هتقل اهي، ما الاريا الكبيرة قلت، اللينس زاد، بس الايه؟ الاريا قلت. ما هو قال لي ايه؟ قال لي ده الفوليوم از كونستنت، او انا استنتجت ان الفوليوم از كونستنت لو عمل ستريتش للواير بتاعه. طيب يبقى ساعتها انا بقول اتنين، يعني بودي الهاف دي بوديها هناك تبقى 2، بس بعمل بقى نفس اللي انا عملته المره اللي فاتت، وبشيل الرو 1 اوفر الرو 2، لان هي اصلا نفس الايه، نفس الماتيريال، يعني الرو 1 ايكوال الرو 2، يعني الريليشن دي، وهيروح ده يروح مع بعض، يبقى 1 هنا ويبقى 1 هنا، لان انت لو ايه، لو ديفايد دي الناحيه الثانيه هيبقى هنا 1، فيبقى ار 1 اوفر ار 2 هي دي 1، ال 1 اوفر ار 2 ال 2. انت بتشيل بقى ال L2 وتحط مكانها مين؟ 2 ال 1 اهو، انا عملت كده اهو. طب ال A1، انا عارف ان ال A1 ايكوال 2 A2 يا مستر، ما احنا لسه حليناها، تمام ماشي اهو، خلاص حليناها. ايه اللي هيحصل بقى؟ ده يروح مع ده وده يروح مع ده، يبقى 2 تايمز 2 تبقى 4، عندي بقى خلاص بقى ال R1 over R2 equal 1 over 4. يبقى ساعتها على طول بقى ايه، هنضرب سيزر، نعمل سيزر ونجيب
ان ال R2 equal 4 R1، يبقى على طول هيكون ايه؟ ال R2 equal 4 R1، يبقى على طول increase 4 times، تمام، of its original. طيب بيقول لك ال product of resistivity، تمام اوكي، ال product of the resistivity and the conductivity. الله، تعالوا كده نشوف السؤال ده بيقول ايه. بيقول لي لما انا اجي بص، احنا عارفين ان الايه، ان السيجما از ايكوال 1 اي اوفر رو، احنا لسه قايلينها من شويه دي. لما البرودكت بتاع السيجما والرو، تعالى كده نعمل سيزر كده وخلاص، يبقى ال 1 في 1 1 تايمز 1 1. طب لما اجي اعمل السيجما، سوري السيجما مش عاجباني، مش مشكله ماشي. طب ادي ده ايه، البرودكت بتاع الرو والسيجما اللي هو الكوندكتيفيتي والريزيستيفيتي اللي هو ايكوال ايه، ايكوال 1 ايكوال 1، يبقى انا هختار ايكوال على طول، تمام كده. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية مهمة قوي. طبعا ايه، البرودكت بتاعهم ايكوال 1. لما اللينث اوف ا واير ديكريزز تو هاف، طبعا لما بيقل للهاف، والريديوس بينكريز للدبل، طبعا كل الكلام ده بيقول لي اللي يحصل للكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي اتس ا فيزيكال بروبرتي اوف ذا ماتيريال ديبندس اونلي اون ذا كايند اوف ا ماتيريال ات سيرتن تمبريتشر، يعني عند تمبريتشر معين. عشان ايه؟ لو انا غيرت التمبريتشر الصراحه الكوندكتيفيتي بتتغير. يبقى دلوقتي انا بتكلم عموما على كايند اوف ماتيريال. هل انت غيرت لي كايند اوف ماتيريال؟ انت غيرت في اللينس والايه؟ والريديوس. يعني بمعنى اصح ايه؟ لما اجي اقول لك ريزيستنس، ريزيستنس اربع حاجات بس، لينس واريا وايه وتمبريتشر وماتيريال، ده الريزيستنس. اما الريزيستيفيتي او الكوندكتيفيتي هما الاثنين حاجتين بس، يا كايند اوف ماتيريال يا اما تمبريتشر، كايند اوف ماتيريال وتمبريتشر. لما اجي اقول لك مثلا انا عملت في لينس وعملت في ريديوس، ايه اللي احسن للكوندكتيفيتي؟ الكوندكتيفيتي ايه يا حبيبي؟ هي والريزيستيفيتي مع بعض في الايه، هما كايند اوف ماتيريال والتمبريتشر، هما بس اللي يقدروا يغيروا فيهم، اي حاجه تانية ما تغيرش. طيب تمام، يبقى هتبقى ايه؟ ريمينز ان تشينج، هتبقى لم تتغير طبعا الكوندكتيفيتي بتاع الماتيريال. طيب تعال نشوف برضو بروبلم تانية. بيقول لي وين كارنت اوف 2 امبير فلوس ثرو، ثواني عشان ابقى معاكم برضو. بيقول لي هنا ايه، لما الكرنت بي ايكوال 2 امبير، طبعا يبقى لا، الاي ايكوال 2 امبير. لما يمشي في ريزيستور البوتنشال ديفرنس اكروس ات 10 فولت، احسب الريزيستيفيتي والكوندكتيفيتي بتاع الماتيريال. لو اللينس بتاعه بايه، عايز الريزيستيفيتي وعايز الكوندكتيفيتي. لما اللينس ب 2 متر اند الاي ايكوال 0.1 سنتيمتر سكوير، طبعا انا ما عنديش اريا بالسنتيمتر سكوير، هي بالمتر سكوير، يبقى انا على طول تايمز 10 باور نيجاتيف 4 الاريا لما بتكون بالسنتيمتر سكوير، عشان نحولها للمتر سكوير بنقول تايمز على طول 10 باور نيجاتيف 4، تايم 10 باور نيجاتيف 4، اوعى ننسى دي، احنا هنحتاج كتير قوي دي. طيب تمام، تعالوا كده نشوف دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي احنا بنتكلم على ان انا عندي اي وفي، يبقى اعرف اجيب منهم الار، تمام. يبقى الار ايكوال في اوفر اي، زي ما قلنا دلوقتي ان الريزيستنس هي الايه، هي الريشيو بتوين البوتنشال ديفرنس والايه والكرنت. يبقى انا على طول الفي اوفر اي، او ده على فكره سميناه مين، اومز لو، 10 اوفر 2 ايكوال 5 اوم. طيب انت عايز الريزيستيفيتي، ما انا عارف ان الار ايكوال رو اي تايمز ال اوفر اي، انت عايز الايه، عايز دي، وانت جبت خلاص دي، ومعاك ال ال باتنين اهو، اهي 2 متر، ومعاك الايه خلاص، يعني انت معاك كل ده ومحتاج تجيب من الرو دي. طيب هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه، انا هعوض بكل واحده سبستيتيوت باي، يعني كل واحده اتعوض بيها ايه زي ما هي، هتحط الار 5 ال ال 2 ال ايه من هنا 0.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، على طول هنجيب الرو ايه ايكوال 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 اوم متر. كل كان طبعا ايه كالكوليتر، عايز اجيب الرو اي، نودي الريسيبروكال بتاع ده الناحيه الثانيه، يعني هنا ايه هضرب في 1.0.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 اوفر 2، علشان ده يروح مع ده وده يروح مع ده، طب ده يزعل، خلاص هضربه في ايه، هضربه في نفس اللي انا عملته هنا، هعمله هنا عشان ده ما يزعلش برضه. حاضر ماشي.
طيب اذا هات ده تايمز ده على الكالكوليتور يديني مين قيمة الرؤية. طبعا طبعا بالايه، ما انساش اليونت اللي هي اوم متر. طيب عايز بقى الكوندكتيفيتي. خلاص يا باشا، هي الكوندكتيفيتي عبارة عن ايه؟ هي الريسبروكال اوف ذا مين الريزستيفيتي بس، او ممكن من الريليشن دي برضو، بس انا هي اسهل لي ان انا على طول اعملها 1 اوفر رو تطلع بالرقم ده. طبعا السيجما اللي هي السيمون، بس احنا هنعملها اوم باور نيجاتيف 1 متر باور نيجاتيف 1، لان هي الريسبروكال بتاع الريزستيفيتي. تمام كده، السيجما الريسب اهو اهو الريسبروكال اوف ذا مين، السيجما is the reciprocal of the resistivity. طيب بيقول لي a student made two resistors from the same materials، يبقى انا محتاج على طول مين؟ طبعا ما دام قال لي same materials يبقى خلاص، يبقى انت خليك ناصح بقى. same material يعني هو بيقول لك ان ال row 1 equal ال row 2 ماشي. ال second the second is a double the first in length، يعني ال 2 equal 2 ال 1 its diameter، يعني its diameter بتاع ال second يعني is equal to the radius of the first. هو بيقول لك كل الكلام ده انا عمال بس بره المساله وبكتب الجيفن اللي بيقولها لي دي. calculate the ratio of the second resistance to the first one. معلش ممكن اقولها تاني بسرعه، ممكن اقرا تاني المساله. انا عندي دلوقتي two resistors same materials، يعني هم عندهم نفس ال kind of material، يبقى هم عندهم نفس ال row. طب قال لك ال second double the first في ال length، يبقى على طول ال second الاثنين equal 2L1. ال diameter of the second and its، هو كله بيتكلم عن الايه؟ عن ال second، يبقى ال diameter of second اللي هو ال D2 is equal ال radius of the first R1. ممكن نشيل ال diameter بتاع التاني ونحط مكانها، لأن ال diameter احنا عارفين ان هو ايه؟ 2 أو double الايه؟ ال radius أو 2 times مين؟ R1 سوري 2 times R2، لأن احنا شلنا ال diameter ده. طيب بس فهنعمل ايه؟ هو عايز ال R2 over R1، هو عايز ال calculate ال ratio of the second resistance to the first one. خلاص يبقى انا بعمل رو R1 over R2. طبعا ايه؟ احنا عارفين ان هنا ده دايركت، ده دايركت، ده انفرس، يبقى هي تبقى بالشكل ده. تعال نشوف احنا المفروض احنا بنعمل ايه؟ واحدة واحدة علشان الناس اللي ما كانتش مركزة تركز معايا دلوقتي. رو E1 equal رو E2، يبقى انا لما اجيب الايه؟ عايز اجيب الايه؟ الحتة دي هنجيبها ازاي؟ لما انا باجي اديفايد حاجه على نفس الحاجه اللي هي بتساويها اصلا، انا ممكن اشيل الرو اي 2 واحط مكانها مين؟ الرو اي 1، فده حاجه على نفس الحاجه ب 1. 5 اوفر 5 ايكوال 1، 6 اوفر 6 اوف ايكوال 1، ما هو ده ايكوال ده، فاهمني؟ طب لما اجي اقول ال 1 اوفر ال 2 اللي هي الثانيه دي بقى، الثانيه دي تعال نشوف احنا بنجيبها ازاي اصلا. المفروض ان انا بمسك اللي تحت دي ال 2 واشوفها بتساوي ايه؟ 2 ال 1، واشيل ال 2 واحط مكانها 2 ال 1 2 ال 1. طبعا ال L1 تروح مع ال L1 يبقى فوق 1، ال 1 اهو، وال 2 تحت تنزل زي ما هي. طيب يبقى دلوقتي انا عرفت ده بكام؟ ده ب 1 خلاص، وده ب هاف. اما ده بقى، طب ما تيجي نشوف A2 over A1. قال لي هنا بقى radius وقال لي بقى diameter، يبقى انا لازم افك الاريا. الاريا وما ينفعش diameter، لان انا عندي قانون السيركل او قانون الاريا اوف ذا سيركل اللي هي بتاع السيركل، يعني باي ار سكوير او باي دي سكوير اوفر 4. بس انا مش عايزك تحفظ الحاجات دي، انا مش عايز دلوقتي ماس، انا عايز دلوقتي ايه؟ فيزيكس بس. طيب يبقى باي ار سكوير بس اللي انا ايه هحفظه. طبعا اريا 2 اوفر اريا 1 اللي هي ار 2 سكوير اوفر ار 1 سكوير، لان انا الباي هتروح مع الباي في الباي باي، يبقى هنا ار 2 سكوير اوفر ار 1 سكوير. طبعا انت عارف ان سكوير وسكوير ممكن نخليه سكوير واحد بس. ار 2 اوفر ار 1 ممكن اشيل بقى الار 2 او الار 1 ونحط مكانها 2 ار ايه؟ 2 ار 2 هنا تحت اهو. هنشيل الار 1 اهو ونحط مكانها 2 ار ايه؟ 2 ار 2 اهو، لان انا عارف ان الار 1 ايكوال 2 ار 2، يبقى الار 2 تروح مع الار 2 يبقى فوق 1. في ناس كانت بتنسى ال 1 ده. طيب 1 اوفر 2 اول سكوير، يبقى على طول ال 1 سكوير اوفر 1، 2 سكوير اوفر 4 ايكوال 4. يبقى انا دلوقتي عندي ال A2 over A1 equal الكلام ده. طيب انا كنت ممكن على فكرة ال relation دي افك ال A2 over A1 R2 square over R1 square زي ما اتفقنا من شوية، بس انا على طول ممكن استخدمها كده، اجيب ده لوحدي واجيب ده لوحدي واجيب ده لوحدي و times بقى ده times ده times ده، يطلع في الاخر 1 over 8. دي على طول ده ال ايه؟ ده ال ratio بتاع الريزيستنس الاولى للريزيستنس الثانية. انا مش عايز كده، انا عايز الريشيو
of the second resistance يعني هنا عايز اجيب الريسيبروكال بتاع ده، تعالى كده خلاص يبقى r1 over r2 كانت equal 1 over a، تمام قوي. يبقى r2 over r1 equal 8 over 1. طيب انا هستكفي لحد كده، والمره اللي جايه هنكمل بقى نعرف ايه هو السيريس كونكشن والبارلل كونكشن، ونعمل بقى نحل شويه عن الحاجات اللي احنا قلناها النهارده دي ونعيد تاني. بس اهم حاجه ان انت تذاكر معايا اول باول، ودايما تسالني في الكومنتس لو انت عايز اي سؤال، لو انت عايزني ارجع لك اي سؤال، وانا في الاول الحلقه اللي بعديها انا هرجعه لك. بس انت اهم حاجه تذاكر، اللي انت متعرفوش عيد تاني الفيديو، ما تخليش نفسك تسرح قدام الفيديو، حاول تكتب وانت بتكتب، مع حاول بتكتب وانا بشرح في الفيديو، ده هيفرق معاك جدا قدام. وحاول لما انت تيجي كمان تخلص الكتابة ممكن ما تقعدش تعيد الفيديو اكتر من مرة، يعني انت اتفرجت عليه كله خلاص، ممكن بقى تمسك اللي انت كتبته ده وتقراه تاني. نسيت بقى، قعدت فترة طويلة وما قريتش اللي انت كاتبه، نسيت خالص، ممكن ترجع تاني للفيديو، الفيديو كده موجود على طول